بص حط الصورة صغر انت ما كانتش بتبقى كده. يلا يا حمود اشتغل عليك. ايه ده؟ طب نعيد ولا ايه؟ شغال يا عم تستر اشتغل. ادي بقى حمود ادي حمود جامد. ادي يا سكلو يا سكلو يا سكلو. زي حمود شغال ايه؟ اشكري اوعدك ولا ايه؟ سي خلاص حبي اللي كان ولا مين؟ عارف لما انا موبايل تاني في اغاني تبقى جامدة قوي وتلاقي حمود ما بيرقص وهو بيشتغل. يا لو في تقدر تحط صوت هو في صوت ده انا صوت لا قصدي لو في يعني تترك بصوت شغل صوت جنبه بس ما فيش حاجه كده اصلا انت عايز تديها حاجه كده كفايه اهو مش عارف تحطهم على اليوتيوب اصلا انا هحطهم على اللاب بس ماشي طب وليه ما تعملش صيغه عاليه ليه طالما ما تحط على اللاب لا ما انا هحط على ترفعه على ايه حبيبي احط اللي انت طب كده باين كده كويس ولا في اخر الفيديو معفن؟ وديني وشك كده حد وريني حبيبي يا دودو اموت فيك يا باشمهندس باشمهندس بقى نقاش ايوه احنا نقاش بقى وايه وجامد سافر ده ليه اسم وزر؟ 10 في 20 في 20 مهندس جاي مهندس جاي يا صحراوي مهندس جاي يا زي ما خضرا 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 الارض اللي عايزينها تبقى خضراء الارض اللي في الصحراء مهندس جاي مهندس جاي يا صحراء مهندس جاي حاجه نضيفه يابا ولا الريحه يا حود عامل مغرب بالي لا دو لما تحب تخلص قول لي ما تحب ايه سي ادم مش هز كتابه دودو ايوه بقى عيش بقى في جازك شم شوية يا حبيبي شم شوية انت بتحط اموت انا دي اسمها مهنة دي اسمها اختك واقفة اختك واقفة اطلع شوية عشان نعرف نظبط الفيديو عيب الشتيمة اطلع بس شوية اسمها يا حمو هيروح البلد ده هيشوفوه يلا ما فيهاش شتيمة خلاص استغفر الله العظيم اقوم اصلي طب ركعتين لله سي خلاص حبي اللي كان ارجع ورا ارجع ورا تغنيني ليه عاشق وصبر انا دي يا ابني خلاص تغنيني ليه عاشق وصبر ويا شو انا نفسي اشوفه واطمن عليه بعد الوحدة ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش كان صورة الفيديو مثلا قلبي يا محلف لي ما يسيبنيش اموت انا يا دودو لا مش كده انا راجل وبلبني ده بالتميص على طول ايصا طب ليه كل ده متعوده تقضيها كده والشباب مركزه متمركزه متجهزه على كل حاجه هزه فوق هزه تحت من تحت تحت الجامده فحت تتشقب الشاب الشاب بتتنطط فكره بطريقها بتخطط مش عارفه انها تتشقلط ماشي تهز ولا اجدع عاوز تقول عيب عليكي لازم يخز ولا جنسات والبنطقرات ولا القصات اخر صيحات من كتر ما اشوف من فنانات بتتدلع طلع دلع كل كفايه التعليق على التطبيع بقى كده للبيع كلها غبتني يا غبتني قطعت حبل افكاري اوعك اوعك انت حبل افكاري اموت انا طب والله حلو تصدق ياض الفيديو الصغير ده يعني مش عامل مساحه كبيره انت عارف لو شويه دول لو على الفيديو 1000 لو على الفيديو 1029 في 1080 ده تلاقيه دمر ال 4 جيجا انت حاليا حوالي تقريبا كده 28 ميجا بس ولا 287 ميجا انا مش عارف ايه انا عايزك بس تجي ورا عشان ما تطلعش في الفيديو حدو بس اضاءه ناس نظيفه يعني عارف مفيش مش بتهمر باين والله حدو انت باين ومعروف ان انت يعني بس هي ام الخلقه دي مش تيجي غير فيك بس الفكره بس ماشي يا باشمهندس بس الفكره ايه يا حدو ان انت مش واضح يعني واضح كإنسان تعيش وتعايش يعني أحمد أنت عايز تقعد لغاية إيه؟ بغيت نخلص بكتير أمها يعني مثلا صح أنت لا غلط
احنا بنخلص الى لون حلو احمد يعني ديت زي ديت. اه يا ابني هي هي بس عشان الفيديو الصوره يا ابني انت الاضاءه دي نضيفه والله حتى لو فيديو ضعيف هتلاقيه جامد. بس عارف الفكره ايه؟ الفكره يا معلم ان النور معفن. انت عارف النور ده لو ابيض والله هيبقى تحفه اللي هي اللمبات الموفره والكلام ده. يا عم اي حاجه. لا هو كعيشه حلوه كفيديو مش حلو بجد والله. كعيشه عادي يعني منور زي اي نور. لكن الفكره ان انت لو بتصور فيديو مش هيبقى واضح ابدا. ايوه بقى الجيك ده بقى انت كده تدخل ام البتاعه في ام الحيطه وهز يا صاحبي. دي اسمها هتنزل دي اسمها العيال دي يا مدحت بحر برا ناسي. انت عارف تشوف الاسم ده بيودي في داهيه على فكره. يا ابني انا واحد اصلا من السنه اللي فاتت كان اسمه محمود عبد الله برضه نص درجات الاحتياط ما بقدرش اسال. لا ابني انا كان فيه انت عارف مدرستي كان في واحد اسمه من اي من ايام انا كنت لسه في كيجي وابتدائي والكلام ده. انا محمد خير يا باشا. محمد خير رياض سعيد تمام سعيد خلاص قشطه. كان في واحد بقى اسمه محمد خير رؤوف بس ما حدش كان يعرف بقى رؤوف وسعيد دي فمحمد خيري خلاص تمام. فكان ايه كان انا بحب مدرسين جامد وكان في مدرس بحبه جدا بتاع انجلش كان اسمه مستر رؤوف تقريبا حاجه زي كده بلبل ده عارف مين بس ايه يا ده. المهم فهي معلم فكان بقى عامل شكوى الواد محمد خير ده فيهم فالناس بقت شايفيني معاهم كويس. طب ازاي عامل شكوى وانا معاهم كويس كده وبحبهم فزعلوا طبعا مني وحاجات دي. نفط انجازي انت حمد انت نفط وماشي بسرعه تمام. فايه اللي حصل يا باشا؟ اللي حصل ان انا الناس بقت زعلت مني. طب ازاي؟ طب مش عارف ايه تمام. فعرفوا بقى ان خلاص جت بقى يا معلم. وانا في ثالثه اعدادي السنه اللي رجعتها للمدرسه دي 2010 تمام. فمحمد خيري ومحمد خيري قشطه. فكان ايه الناس فهو جاي يقول لي انت يا عم. انا كنت الناس تفتكرني ما كانش حد برضه يتلخبط فينا. محمد خيري عمل كذا مش بالشكل تمام. كان يقول لي انت بيقول لي الواد بيقول لي انت حسنت سمعتي خالص بقت الناس بتفكرني مؤدب ومش عارف ايه. وانا قلت له انت سوقت وسمعتي كل الناس فاكرين ان انت والمدرسين زعلانين مني ومش عارف ايه. محمد خيري عكس البنات. محمد خيري عمل مش عارف ايه بس هم عاملين دي تسجيل. لا هي مش فكره البنات اصلا ما كانش في بنات بس حاجات غلط بقى مش عايزين نغلط فيه مش لا ما هي مش بنات لان احنا اصلا ما فيهاش بنات. هي حوارات تانية بس احنا مش هنقدر نقولها في الفيديو. في ايه خليها كده. ايه الادب بتعمله في البنات؟ لا احنا بنعمل ايه في اخر الفصل ورا دي الفكره. ايه في اخر الفصل ورا موضوع افلام. ايوه من ابو ربع جنيه ده حكوده وشغال 24 ساعه. يا احنا عندنا كام بجنيه؟ لا احنا بربع وايه وحاجه كده استيراد الخارج عارف انت استعمال طبيب. طبيب؟ ايوه بحب الدكاتره بحب مهندسين وعافيين ايوه بيجيبوا من الاخر تمام. يا ريس المهم ايه بقى سمعت السنه دي او السنه اللي فاتت ان احنا عندنا دلوقتي حوالي اربعه او خمسه محمد خيري في المدرسه. تعرف احسن حاجه في الفيديو دي ايه؟ مكسح مدينا ام البوكسر اللي انت لابسها حقوق قوم يا حمو عشان انا تعبت. قوم بس وقلت الكرسي ده البوكسر ايه بان؟ البوكسر بان. حاب اسمعك اغنيه لادم راما اسمها البوكسر بس مش هينفع خالص تكون معايا ولا حمو حتى عشان حمو لسه قاصر. ما حمو حمو لسه اندر ايج اندر ايج. انت لسه كنت مش 17 16 ولا 15 ولا 15 صحيح ما ينفعش معانا بالعربي. انا خلاص عديت انا بلغت من عمر اقل ذنب 20 سنه. وانا 19 يا ريس انت عايز ايه؟ توصل 20 بتكلم. هوصل. سعيد انت قول لي لما توصل 21 ها؟ اه بحط شيرت الصوره كده على بوكسر على طول ده. والله هو احلى لما تفوت بوكسر اصلا بوكسر على فكره بوكسر ده معروف في كل الفيديوهات محدش يتكلم كده. ايه ماله؟ معروف في الفيديوهات كلها. اي بوكسر يبقى. حوده بوكسر. الفيديو ده احنا رايح في ده يعني انا عندي دكاتره معانا في البتاع ده فيس. ما ينفعش على الفيس. اه انت قصدك هتبعت اللينك يعني. اه ماشي ماشي. حط دكتور على الكفاره ده شوف اخر 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 اصدارات اخر انجازات حوده. ادو ادو اموت فيك يا دودو وانت بتحدد. دودو الصوره فيديو ابن خرا البوكسر بان فكان الوان بوكسر رفضه ايه يا ريس؟ بوكسر رفضه ايه ليك وليها وليا 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 ليك وليها الدقة الدقة التفاني في العمل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. واحنا بتوع اتقن اوي اوي يعني من الاخر.
انا في حدود احنا دلوقتي حوالي يا رب بس يكون اللي انا فاهمه صح ان هي دي 65 ميجا بس. ايوه 65 ميجا ترفع بسرعه. انت 65 ميجا دول ممكن يبقوا 6 جيجا ونص كده حاجه زي كده. بس احنا ما نعرف 4 و3 مش عارف كام. 240 مش عارف كام. اللي هو 4 و3 4 ل 3 مش 16 ل 9. يعني في شاصه صغيره جايباك بالعافيه. بس الريحه تحفه هنا يا اشم شمه. ايه انت فاكرني بعملها الذكرى عشان اشم عشان اشم صحيح الحاجات دي هتشم في الفيديو صاحبي ولا ايه؟ هتشم في الفيديو؟ مش فاهمك. اديني شمه صح. ناولني شمه. ناولني شمه صح. انت مش بير يا حبيبي. انا فاهم غلط الموضوع غلط. مش بير. انت حف امي. يا يا ريتني يا ريتني اردت ام الحنه يا ريتني مش حافظها يا ابني يرضيك ايه هو يزعق هي تزعق في الاخر واحد يزعق التاني في الاخر هو الدايم ولا دايم غير الله يا نايم احنا ميو ولا نعم ايوه طلع اللي في جيبك يا ابرز يلا يا ابن يا نايت ايه ايه اخويا شال سرور شال سرور اعرفه طبعا فاينز تعال بس من ايه كم 19 بس شفت انت شاهد شاهد بتطلع معاه وقت دي البنت اللي معاه في اللي هو السوزي ممكن كان يم سوزي ممكن اكلم من لوسي البنت دي جامده على فكره لغتها جامده فشخ في فيديو ليها عاملاها كده بايه ان في حد يعني الطلاب في كل في كذا جنسيه المفروض عايز يدخل الحمام في بتقول ايه مثلا واحد بالفرنش واحد بالبريتش واحد بالامريكا جاي بتقول في الاخر ابلو انا عايز ادخل الحمام اقسم بالله هنفجر في الكيلوس هانت ضاقت بارت بارت مراعينا وجفة والنزول يكفينا والصدر ما كفى مش هيلبد يا جحا الا في تيمك هي حلوه تيمك جامده صح يا ديك ايه يا ام الحنان بدك حنان يا عم والله لو احنا كنا معانا موبايل في الاغنيه كنا جامده فشخ مع اللي انت بتعمله ده بس ايه؟ شكلي هركب ركب لا انت بتركب كل حاجه ده؟ ممكن تعمل؟ لا نسخه ونسخه واحده وواحده بجد والله ينفعها مرتين احاول اعملها بس تلاقي ميديا فاير في كل الافلام يعني كل الحاجات العاديه هتلاقي كلها انفاليد او دليتد انا عندي فول شيرد وميديا فاير طب ما انا عندي فير شيرد وعندي ميديا فاير عندي كل اصلا كل اللي عارف انت كنت منزل منهم زمان دول كله والرابط شير والميديا فاير والميديا فاير ايه ميجا ابلود كان عندي بس خلاص اتقفل كان عندنا بقى بيبان ايه في السعوديه يا معلم المفروض عارف زي الحاجات اللي هي الفيديوهات المواقع الاباحيه والكلام ده كان المفروض من وزاره الداخليه انا طبعا كنت بفك فعرفت ايه مكتوب بقى صفحه من الاف بي اي ان هو مقفول ودلوقتي حاليا ما بقاش كده الحين بقى موقع تاني اصلا حتى زي موقع صاحبي موقع صاحبي كان في موقع صاحبي كان في حاجات كتير بتاعت صاحبي حاليا ادخل عليه مش هتلاقي له صاحبي دوت مي ده هو الاف مش هتلاقيه بقى بتاع حمار اللي في حمار الاف بي اي الايه؟ الاف بي اي اللي بتاع الفدرالي ده زي اللي شفت عندنا بس ده ايه اللي غوصه دي صح؟ بص زميلي انت وعدني بساندوتش ساندوتش طعميه وفول واحد ايس كريم من عند دك عزه على 21 من عند مكه واثبت بقى صح ايه القرف اللي انت عملته حدود البيت حدود انا مش مستحمل الشكل هذا منظر فظيع حاجه بقيت حاجة يعني إيه مش عارف أقول لك يعني ممكن أكلم سوزي؟ آه؟ ممكن أكلم بوسي؟ لا أنت ممكن أكلم بوسي؟ أنا هنجيلك جوزي
يبس يوني البس قربنا نخلص اوه ده عايز تتنفخ تاني اخضر ولا شوف الطلبه ولا ازرق مش عارف ممكن شفت امبارح لما كان جدك مدحت بيحط البرتقال احنا بنقول له ازرق صح وعم تقول له حلو لازم يحط البرتقال يبسوني يبسوني يرتقي يا ام الحنه انت لو سمعت والله هيعجبك جامده اقسم بالله في مهرجان تحفه مهرجان فاشل اقسم بربي هلا والله علي النعمه مهرجان تحفه خلصت يا ريس اديني بس صوره واجي اقف اخد معك صوره حمو امسك كده ثواني امسك بس كده فوق خلي فيك تيزان ايوه عدل اللباس حلو اللباس يا زر بطل السروال يا ريس السروال يا طويل العمر السروال يا طويل العمر لما يخلص يا عم خليه فرش اصبر يا عم عشان ورع فيه بكده ايه سيبنا نرجع فين بيس يا ابني مش عارف اجيب كنت الاثنين ايوه بس سلام سلام قول من رب الرحيم